لا تمام. تمام، محدش عنده أي سؤال أو أي حاجة في الجزء اللي فات مش واضحة، البورت الأولاني فيه أي مشكلة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. معاك دكتور احمد. انا كنت بس عندي سؤال، بحس انه الكلام نظري قوي، تلاقوا في الاخر باجي اعمل حمله، الجمهور بتاعي انا عارفه، يعني بقالي 5 6 سنين شغال عليه، فعارفه كويس جدا، عارف مين كويس بيعمل. انا شغال في مجال التجميل، بيعمل كده روبوتكس وبتاع وكلام زي كده، بستهدفه وعارفه يعني، فمش كل مره هقعد اعمل كل الكلام ده والتحليل ده كله والتحليلات دي كلها يعني. لا، هو مش كل مرة، هو على حسب المرحلة اللي حضرتك فيها. يعني بص يا دكتور، دلوقتي انت مثلا نعم عارف العملاء بتوعك، ومفروض العملاء دلوقتي في انهي مرحلة من المراحل اللي احنا قلناها. احنا المراحل اللي احنا قلناها العميل بتاعك هو في انهي مرحلة. حضرتك مثلا بتقول ان انت بقالك 6 سنين، صح؟ تمام. تمام. طب هل يعني اعتقد ان العميل كده عنده awareness كويس جدا، والناس عارفاك، وكذا حد خد معاك اكشن كمان، صح؟ صحيح صحيح. حلو. ما انت كده حضرتك في مرحله معينه اللي هي المرحله بتاعه الروتيشن، وان انت تشتغل ليدز على كلاينت جديد. هو نفس اه لا نفس الشغل يعني، مثلا مش ناوي اشتغل لاي مجال غير المجال اللي انا فيه تحديدا، يعني مش خلاص قصدي، لا ما مش قصدي، فبالتالي محدد. نعم مش قصدي مجال جديد. انت اكيد في كلاينت او في بيشنت زي ما بيتقال في المجال، نعم صحيح. بيجي اصلا هو مش مجاش عند حضرتك قبل كده، مجاش العياده قبل كده ومستقف، هو اوريدي يعني نيو كلاينت، هو حد لسه جديد. تمام. فانت تمام محتاج تجيب حد جديد، تمام، وتحافظ على الناس القديمه. حلو. صحيح صحيح. يبقى انت هنا في المرحله الاخيره بتاعت السيلز فينال، انت كده في الاخر. طب انت بقى هتعمل ده ازاي؟ هي دي بقى الفكره اللي احنا هنتكلم فيها. انا دلوقتي الكيس بتاعتي ان انا في المرحله الاخيره، طب انا هعمل ده ازاي علشان احافظ على العميل اللي عندي، وابني عميل جديد، وابني لويالتي عند العميل القديم. بالضبط تمام. فهي دي احنا بالضبط. الجزء اللي فات كله، تمام، علشان نوصل للجمله اللي احنا بنتناقش فيها دي دلوقتي، على حسب كل بيزنس. تمام. تمام. لا، لو تسمح لي اتفضل. يعني استطرد في السؤال. يعني دلوقتي انا كنت قعدت مع اكتر من شركه تسويق وكده، فهم دايما بيتكلموا عن الفانل، انه هنعمل اويرنس وبعدين انجيجمنت وبعدين ناخد الناس دي نعرفهم نحولهم الى يعني ان هم يعملوا كونفرجنس وبعد كده ليدز وكلام زي كده. تمام. انا بقرا ان الكلام ده يعني ايه الكلام الواقعي اكثر منه، اني اروح والله اعمل حمله استهدف الليدز دي جينيريشن على طول، اخلي الناس تسجل على طول، والكلام ده بيجيب معايا نتيجه. صحيح بيقع يعني، صحيح بصراحه يعني، احيانا يطلع واحيانا ينزل واحيانا يحصل تروباكس كده مش معروفه، لكن بشكل عام لا، الدنيا ماشيه يعني، بيجي لي ليدز والليدز بيسجلوا وبيجي ياخدوا خدمات ويدفعوا فلوس والدايره بتكمل معايا. فاحيانا بحس انه بدل ما اقعد اوجع دماغي في اويرنس وانجيجمنت وكلام زي كده، لا خليني اوصل ادخل على طول اعمل حمله ليد جنريشن وهتجيب ليدز وخلاص. حلو. طيب بس ده مش بينفع مع كل البيزنس. لو انت حضرتك لسه جديد في السوق، او لسه حد جديد، انا مثلا نعم. ليه مثلا، خصوصا كمان ان يعني اي ثينك ان الكلاينت بتاع حضرتك سيدات، صح؟ صحيح كلهم. نعم كلهم. طيب كلهم. حلو. طيب هل يعني الكلاينت بتاع حضرتك طبيعته ان هو مش بيثق جدا ان هو يسلم السكان بتاعته لحد دايركت كده يشتغل عليه على طول لما يكون هو عنده تراست فيه او حد مرشحه له، صح؟ صحيح ده جزء، لكن انا طبعا بكلمك من السعوديه. السعوديه الفيلر والبوتوكس وعمليات التجميل والشفط والنحت الحاجات ديت بقت عامله زي الميه الاكل والشرب يعني، يعني كل 100% من الحريمي اللي هنا في السعوديه يسووا العمليات ديت يعني. فبالتالي بقى هوت كاستمر، اللويالتي للطبيب اقل جدا على لصالح اللويالتي للسعر. فانا النهارده لما بعمل عرض كويس واعمل ميديا او محتوى جيد، بيجي العميل بينسى يعني انا ما بقتش مقتنع بفكره اصلا صراحه. بص، هو على حسب. احنا المفروض ان انا المفروض البارت الجاي او الجزء اللي جاي هنتكلم عن الجزء بتاع اللي هو انا انفذ ده ازاي على حسب
كل بزنس لوحده او كل بزنس يونت على حسب نعم هو التفاصيل بتاعته. فمش كل نعم البزنس اللي هو ما ينفعش فيه لياليتي ومش كل اللياليتي لكل بزنس، فاهم؟ على حسب كل نعم حاجه. نعم فانا لازم بشوف البايع بيرسونا بتاعتي وابتدي اشتغل عليها، تمام؟ على حسب يعني البيزنس بتاعك ممكن ما يكونش فيه لياليتي نظرة او نظرا. طب نفترض مثلا كده لو جينا الصبح لقينا حد نجمة مشهورة جدا مثلا في السعودية او حد مشهور في السعودية عمل نعم خد سيرفيس معينة من اي مكان، تمام، وحصل عنده مشكلة وطلع ترند ان الجزء ده او مثلا العملية دي اتعملت في السعودية، تمام، وحصل فيها نعم مشاكل وتوفى مثلا لا قدر الله او حصل عنده مشكله لا ايا كانت كارثة. ايه، تمام. بيضرب شغلي يعني، بينضرب الشغل شويتين ثلاثة يعني. حلو جدا. هل نعم بقى هنا التراست بتاع الناس ان هي تجيلك هيكون زي الاول لا انت بقى طبعا مش او يعني حضرتك او اي حد تاني، فاهم؟ فاهم، هيكون نعم الوضع نعم مختلف. صحيح صحيح حلو، لان هنا قلنا بقى ان دي صحيح كيس في بزنس غير البزنس التاني غير البزنس التالت غير، تمام. نعم فكل بزنس على نعم حسب الكيس بتاعته على حسب الحاله بتاعته. ممكن يكون فعلا نعم اكيد انت ادرى بالكلاينتس بتوعك والباير بيرسونا بتاعتهم والتفاصيل بتاعتهم، لكن على حسب كل يعني. انا بصراحه في المجال بتاعنا بتاع الموضوع مش بعترف خالص ان في حاجه ثابته او ان في رول ثابته، نعم تمام. لا، نعم صح كل كيس وكل بيزنس ليه التفاصيل بتاعته وليه فعلا الشغل بتاعه. انا ممكن يجي بيزنس معين، لا والله احنا مش هنعمل كل ده، احنا دايركت هنروح نشتغل مثلا ليد على طول زي ما حضرتك بتقول، او دايركت هنروح ننزل نعم في ايفنت معين دايركت على طول، فاهم؟ طب هو على حسب نعم البيزنس نفسه. بس انا بقى كواحد بتاع ماركتنج او كحد شغال في الماركت او حد معايا بيزنس لازم اكون معايا فول اوبشنز او معايا ريسورسز كتير ومعايا تولز كتير علشان على حسب الكيس اللي البيزنس بتاعي يتحط فيها اكون اقدر اتصرف وابقى انا عارف انا هعمل ايه. وصلت؟ نعم تمام تمام نعم نعم تمام. تمام ففي الكيس بتاعت حضرتك مفيش لوياليتي عند الناس، في يعني كلاينتس كتير جدا وعلى حسب الخدمات بيقدروا يستخدموه عادي جدا، هم عندهم تراست صحيح جامد. طيب الكيس دي بقى نبتدي بقى ناخد الكيس بتاع حضرتك نحطها على السيلز فينال ونشوف هيطلع لنا ايه. هيطلع لنا ان الكلاينت عند حضرتك واخد التفاصيل بتاعته كامله، هو عنده اويرنس خلاص، اصلا مش محتاج ان هو يكون محتاج يتعمل له اويرنس. يعني ايه يعمل نعم شفط؟ يعني ايه يعمل تجميل؟ يعني ايه يعمل شد خلاص هو الكلاينت فاهم، عارف هو بيعمل ايه وعارف هو ده هيعمله ازاي وعارف كمان التطورات. ممكن هو يكون بالضبط بيعرف يعني طبيعة السيدات، ممكن يعرفوا الابديت قبل الدكتور نفسه، تمام. صحيح صحيح صحيح. العميل مثقف جدا وقاري كويس جدا. يعني خصوصا نعم في موضوع السكين نعم في السيدات ده هم ما شاء الله ما بيفوتوش ابديت يعني، تمام. وهو صحيح اوريدي خلاص نعم عنده انترست، هو هي عارفه هي النيدز بتاعتها ايه ومحتاجه تعمل ايه. والله عارفه ان هي عندها شد شويه مثلا او عندها مثلا كرمشه شويه فهو محتاجه تشد جلد او ايا كان، تمام. صحيح فهو لا هو هو هي عارفه هي هتعمل ايه. طبعا مع احترامي الكامل جدا بالضبط لكل السيدات، بس هم كنوعيه معينه من الاودينس هم ليهم طبيعه خاصه غير طبيعه الرجال وما الى ذلك، مع احترامي الكامل طبعا ليهم. يعني احنا بنتكلم في وضعيه نعم كلاينت. طيب نعم الجزء اللي بعد كده هو خلاص واخد ديسيشن، هي عارفه اعتقد ايه. هنا بقى مرحله الديسيشن، هي بتقرر هتروح للعياده بتاعت الدكتور احمد ولا هتروح للعياده اللي صاحبتها راحت فيها وقالت عليها جميله جدا صحيح و و و و نعم و و وعملت لها حاجه كويسه. هنا بقى هتقرر هل الفاليو هتقيسها بالاوفرز ولا الفاليو هتقيسها باعلى كواليتي ولا الفاليو هتقيسها بان هي مع صاحبتها ويروحوا يجوا مع بعض. هنا بقى البيزنس بتاع حضرتك لازم يفكر في الجزئيه دي. لا انا الكلاينت زي ما حضرتك كنت نعم بتقول من شويه، الكلاينت بتاعي بيفكر في الاوفرز، خلاص انا هقدم اوفرز، تمام، واخليه ياخد اكشن. بقى بعد الاكشن كده بقى الواجب مع حضرتك او المفروض حضرتك اللي تاخده، اولا تشوف الاوفرز اللي موجوده عند الكومبيتيشنز في الكومبيتيشنز وفي عند الكومبيتيتور بتوعك وتبتدي تشتغل عليها. دي اول حاجه. تاني حاجه تبتدي
تشتغل على الجزء بتاع الروتيشن، الناس اللي خدت من عند حضرتك قبل كده تبتدي تعمل لهم ليست وتعمل لهم كاستمر سيرفيس، يبتدي يفولو اب معاهم ويشوف التفاصيل بتاعتهم، تشتغل بقى بيرسونا على الكلاينت تتابعه بشكل وتعمل معاه فولو اب جامد جدا، تمام، وتقدم له اوفرز، فيبتدي هو يشتغل وورد اوف ماوث، تمام، نعم. يبتدي هو يوزع لك ماركت، يشتغل لك ماركتنج وما الى ذلك. دي كيس. في بقى بيزنس تاني، لا هو ممكن يبتدي من الايه، من الاورنس نفسه، تمام تمام. تمام طيب هنا عادل بيقول ان اللويالتي ملهاش علاقه ان السعر رخيص ولا ان السوق هوت مارك، لو الكواليتي مش تمام مش هيحصل ريبوتات، ولو تمام هيحصل لويالتي وهيزيد وورد اوف ماوث. هو فعلا اللويالتي ملهاش علاقة بالسعر، بس هي الفكرة ليها علاقة، هل الكلاينت ده بيجي بإيه؟ هو بيفكر في السعر ولا هو بيفكر في إيه بالظبط؟ هل هو بيفكر في السعر ولا هو بيفكر في إن هو ياخد حاجة فيري كواليتي ولا إيه بالظبط؟ فهو على حسب الكلاينت نفسه، تمام؟ هو على حسب الكلاينت نفسه. وكلامك صح فعلا يا عادل، اللويالتي ملهاش علاقة بالسعر. ممكن يكون حد عنده ممكن يكون حد عنده سعر رخيص جدا، لكن الكلاينت عنده اللويالتي ليه كويس، تمام تمام كده. في حد عنده اي سؤال تاني؟ او اتمنى اكون افدتك يا دكتور احمد. أنا عندي سؤال، تمام، قول معاك. الصوت بيقطع عند حضرتك. انا كده اصلا بحاول اغير شبكة النت علشان الصوت فعلا. سامعني كده؟ سامعني يا ايهاب؟ تمام كده. تمام. دلوقتي احنا عشان نعمل تمام جدا. إيهاب كده انت سامعني طب ولا ايه؟ هو الصوت راح كده وجي تاني تقريبا. تمام انا كده سامعك. تمام، انا كنت بقول لحضرتك عشان اعمل سيلز فلان ناجحه، المفروض تكون البار بيرسونا بتاعتي محدده جدا ولا عادي تكون واسعه؟ هي مش فكرة محددة جدا او واسعة، هي الفكرة ان انت تكون معارف التارجت اكتر من السيجمنتيشن. يعني مثلا لو انت عارف السيجمنتيشن كاملة، يعني مثلا التارجت بتاعك، مثلا انت مثلا انت البيزنس بتاعك ايه يا ايهاب؟ او يعني خلينا ناخدها كالكيس كده في الفرنتشر. في الفرنتشر. حلو جدا، حلو. انت عندك الناس المهتمة بالفرنتشر، ناس لازم تقسمهم بقى، ناس هل هي داخلة على جواز، دي تارجت اودينس، ناس عندها مثلا بتجدد بيتها وبتغير عفشها، فدي ناس اودينس تانية، ناس محتاجة ان هي تغير حاجة معينة في البيت، ان هي مش بتنقل او حاجة، او ان هي مش بتغير بيتها بشكل كامل، بس بتغير حاجة معينة، تمام. وتبتدي تحدد دي كده كتارجت، تمام. يعني ده كده ده تارجت. حلو، انت لازم تكون عارف التارجت ده، وتشوف بقى ان الجزء بتاع العرايس دول الباير بيرسونا بتاعتهم ايه، ومين هنا صاحب القرار. وانس ان انت عرفت الجزء ده، خلاص انت كده تقدر تشتغل عليهم كايه، كاورنس. تعالى مثلا ناخد الجزء بتاع العرايس مثلا، او الجزء الناس بتاعت العرايس لما بتيجي تشتغل، انت لازم ان هم عندهم اورنس، تمام، هم عندهم لازم أن يكونوا فاهمين يجيبوا ايه وما يجيبوش ايه. انت ممكن تشتغل على الجزء ده، تشتغل على الجزء ده ازاي؟ لو انت بقى ما تدرس البير بيرسونا نفسها، هتلاقي ان العرايس اصلا بيبقى عندهم مشكلة،
هما هيجيبوا النيش ولا مش هيجيبوه؟ هما المفروض هيجيبوا حاجة في الصالون ولا المفروض الصالون يعملوه في الأرض؟ تمام. هل هما المفروض هيجيبوا ايه بالظبط وما يجيبوا؟ انت فاهم؟ فهم عندهم عندهم الجزء ده، تمام، عندهم المشكلة دي. فهم عندهم مشكلة في حتة الاورنس، عندهم مشكلة في حتة هم ما عندهمش الوعي الكافي يجيبوا ايه وما يجيبوش ايه، خصوصا في مصر. تمام. فانت تشتغل على الجزء ده. ممكن تشتغل عليه ازاي؟ على حد علمي او على حد الاكسبيرينس اللي عندي في المجال بتاع المجال بتاع الفرنيتشر. انت ممكن تشتغل على حسب مساحة البيت نفسه. يعني انت لو اشتغلت على مساحة البيت نفسه، والله انت لو مساحة شقتك مثلا كذا في كذا، انت ممكن تستخدم فيها او تحط فيها تستخدم فيها او تحط فيها مثلا النيش ده، وتستخدم فيها النيش ده، وتستخدم فيها مثلا السفرة دي، وتستخدم فيها كذا. فانت بتعمل لهم اويرنس. تمام. ممكن تشتغل على جزء الاويرنس، انت تشتغل على الجزء بتاع ان انت توعيه بالبرودكت بتاعك بشكل كويس، وتقول له والله انت ممكن تقول لنا مساحة شقتك ايه، واحنا نفصلك على اساسها ونقول لك انت المفروض تاخد ايه بالظبط عشان تطلع بالشقة باكتر مساحة ممكنة، وفي نفس الوقت تطلع بيها بشكل جميل. فانت بتساعده في جزء الاورنس. تمام. بعد كده ممكن بقى يشوف بقى هو انترستد بايه. فانت لازم تشتغل على الجزء ده، تشوف هو انترستد بأني جزء بالظبط. هل هو هيكون انترستد بالحاجة الغالية واللي تعيش، تمام، ولا هيكون انترستد بالحاجة الرخيصة عشان يقدر ان هو يلم نفسه بسرعة ويبتدي ان هو يحقق الاوبجكتيف بتاعته، ان هو عنده ميعاد، ان هو متفق على الفرح يوم كذا. فاهم؟ تمام. طب الديسيشن هنا، نيجي لمرحلة الديسيشن، مين اللي بياخد الديسيشن هنا؟ هل العريس اللي هياخد الديسيشن ولا العروسة اللي هتاخد الديسيشن؟ هياخد مين منهم هياخد القرار يجيب ايه وما يجيبش ايه؟ تمام. في مرحلة الاكشن بقى تبتدي تشتغل بقى على الجزء بتاع الاكشن. والله هما لما يجي ياخدوا اكشن، والله انت لما تيجي تشتري هنوصل لك ونفرش لك شقتك فور فري. تمام. والله لما تيجي مثلا احنا التفاصيل بتاعت الشيرة بتاعتنا فيها تقسيط مثلا على مش عارف كام سنة. فاهم؟ كده. وتبتدي تشوف مرحلة الاكشن دي هتبسطها له ازاي. بس ابتدي بعد كده تتابع معايا. دي كده انت حددت تارجت معين، والتارجت ده ابتديت اشتغلت معاه على التفاصيل بتاعته، وعرفت ازاي في السيلز فينال تتصفيه بشكل كويس، وتبتدي تطبق ده على الاستراتيجي بتاعت الماركتنج بتاعتك. تمام. يعني كده في السيلز فعلا انا بلعب على الاهتمامات اكتر من السيجمنت نفسها. لا، انت لازم تحدد تارجت وبعد كده تشتغل على الانترستد بتاعته بالمراحل دي. ما ينفعش تشتغل سيجمنتيشن كامله، لان السيجمنتيشن هيكون فيها ناس كتير جدا. احنا دايما زي ما قلت لك، زي ما كنا بنتكلم في الاول، لازم نشتغل ان احنا نحدد السيجمنتيشن، ومن السيجمنتيشن نشتغل على جزء التارجت. تمام. ونعمل البوزيشن. تمام. يعني احنا زي ما قلت لك، انت السيجمنتيشن عندك الناس الفرنيتشر، تمام، اللي الناس انترستد بجزء جزء الفرنيتشر. طب الناس اللي هي بتشتغل على، ثانية واحدة، تفضل. الناس اللي هي بتشتغل على مثلا ان هي هتغير بيوتها او هتغير مثلا حاجة معينة جوه البيت، لا، دي كده تارجت معين ونبتدي نشتغل عليه لوحده. تمام. ونبتدي ان احنا نشتغل عليه في الجزء ده. فانت بتشتغل على نفس القصة دي، والبوزيشن بتاعهم هيكون ايه بالظبط. تمام. لان مثلا لو واحد مثلا غير البيت بتاعه، وهو مثلا اصلا كان متجوز قديم، فهو مش مهم بالنسبة له ان الحاجه تعجب عروسته والكلام ده ويعجب اهله والسيكولوجي بتاعت مصر دي. تمام. فانت بتفرق هنا ما بين تارجت وما بين تارجت. تمام جدا. تمام. وصلت لك الفكره؟ وصلت. تمام جدا. شكرا. لا طبعا، انت لما بيجي لك عرايس بيطلع عينك. انا عارف. اكيد طبعا. السلام عليكم. انا ممكن اسال سؤال؟ كويس. منور. ازيك؟ الحمد لله تمام. دلوقتي انا شغاله في شركه وجالنا اكتر من عميل. لما بنقعد بقى نتكلم معاه ان احنا المفروض نعمل اويرنس، يعني انا بتكلم دلوقتي مثلا على عميل عنده دار كتب بينشر كتب وكده، هو مش معروف في المحافظه بتاعته اصلا، وقاعد يتكلم معايا انه هو حد كبير،
قاعد يتكلم معايا ان انا عايزه اطلع بره قصر الشيخ وعايزه اوصل لمحافظات بعيده واوصل في كل مكان ومش عارف ايه وكده. طب بنتكلم معاها على اويكنس والليله دي انا عايزه اياها، انا هديكوا كذا فلوس اخر الشهر هتطلعوا لي كام منها، وعشان انا شغاله في شركه انا ما ينفعش ارفض العميل ده. فاللي حصل يعني انه اوكي بيشتغل له ادز وبتاع، وفي الاخر بيطلع له اوت كام من الدنيا دي، بس بحس ان الاوت كام مش احسن حاجه. انت في الاول وفي الاخر بتبيع يعني حاجه هو اشترى منك، لا عارف المكان ولا عارف انت مين ولا اي حاجه. ففي حل وسط مثلا لو جالي عميل زي ده؟ الحل الوسط ان احنا بنشتغل على استراتيجي اكتر مرونه من ان هي استراتيجي دايركت واضحه. بنشتغل ازاي في الجزء ده؟ بنشتغل على التارجت او البلان بتاعتنا على اقل وقت ممكن. يعني انا ما اشتغلوش كوارتر، انا اشتغله شهر بشهر كتارجت او كبلان. تمام، في خلال الشهر ده ببتدي ايه يعني ازاي؟ يعني مثلا انا دلوقتي المفروض انت بتعملي البلان ازاي او طريقه الشغل ازاي، وانا اقول لك تمشيها ازاي. هو ما كانش مقتنع بأي حاجة إطلاقا غير إن أنا أنزل مجموعة كتب وأعمل عليها عرض وأعمل عليها أد ونشوف بقى النتيجة بتاعت الحاجة دي هتبقى إيه. أنا ما كنتش اشتغلت على كتب قبل كده فما أعرفش اللي بيجي بكام أصلا، فجربناها أول شهر بس. حلو، أنا بقى في الشهر ده مش مفروض بتعملوا له أصلا كونتنت بلان؟ تمام. حلو، في الكونتنت بلان بقى ببتدي أقسمها على أكتر من فيز. الفيز الأولانية إن أنا هشتغل على ان انا اعرف الناس بدار الكتب وابتدي اعرف الناس هي بتعمل ايه والتفاصيل دي كلها، وفي نص البلان نفسها بعمل له بعمل له جزء يشتغل عليه انه يبيع منه، بعمل له اعلان مثلا اكسترنال بره البيج ان هو ما يظهرش في التايم لاين عادي جدا، بس الناس بيبيع منه. وفي نفس الوقت اشتغل له كونتنت بلان ان انا اعرف الناس بيه، وان انا اعمل كومبيتيشنز ان والله على اي حاجه تعمل انجيجمنت، والله مثلا الناس اللي هتقول مثلا اسم الكتاب ده ايه، تمام، ممكن ان انا مثلا يكسبوا حاجه معينه، فاهمه؟ واشتغل على الاجزاء دي، فهبتدي اعمل لويالتي واعرف الناس بيا، تمام. وفي نفس الوقت انا بعمله انكريس سيلز من حته تانية خالص. وممكن اعمل استراتيجي مختلفه ان انا اشتغله على اكتر من تشانل، تشانل اشتغله منها انكريس سيلز على حسب الاودينس الكتير اللي موجوده فيها الانترستد، ومن تشانلز تانية ابتدي اشتغل اورنس واعرف الناس بيا بالظبط، واعرف الناس بيا بشكل كبير جدا. يعني لو هو عنده ويب سايت مثلا، تمام، ببتدي اشتغل انكريس سيلز مثلا على الجزء بتاع السيرش، والجزء ممكن اخد معايا الجزء بتاع الديسبلاي او لا، بس الافضل ان انا اشتغل له سيرش. الناس اللي هتسيرش على كتب معينه اللي هو مديها لي دي انا ظهر لهم في الاي سي او كويس جدا، واظهر لهم جوجل اد كويس جدا. حلو، طيب ده عشان الناس بتدور عليا. طب اروح بقى للسوشيال ميديا، الناس اللي انا ادور عليهم، تمام، الجزء بقى ان انا اشتغل له توعيه وابتدي اوعي بالاورنس، بعمل له براند اويرنس وابتدي اشتغل ان انا اوعي الناس بالبراند ده بشكل كبير. يبقى انا بعمل له انكريس سيلز وفي نفس الوقت بشتغل على ان انا اعرف الناس بالبراند ده وابني له جزء كامل، وده كله ببتدي اشتغل عليه في الكونتنت بلان بتاعتي او الاستراتيجي ماركتنج اصلا. تمام تمام جميل جدا. لو انا اصلا البادجت عندي قليله، يعني البادجت بتاعت الاعلانات كانت تقريبا 2500، فعشان اعمل سيلز كويسه انا محتاجه احط 1500 او 2000 في الاد لوحدها بتاعت ان انا اجيب فلوس، اجيب ناس تطلب اوردرز. يعني حلو جدا، ببتدي اعمل اويرنس ب 500 جنيه برضه. لا حلو جدا، هقول لك بشتغلها زي ما قلت لك استراتيجي مختلفه بعيدا عن الاد، ان انا اعمل زي كومبيتيشن وابتدي ادخل بيها الناس، بلاش ده وبلاش ده وبلاش كل ده، ببتدي اعمل حاجه تانية كويسه جدا ان انا اشوف الناس انترستد باني كتب بالظبط، والكتب دي موجوده فري ازاي، تمام، وابتدي اوفرها فري وابتدي اوزعها للناس بشكل معين في جروبس، في من البروفايل بنشر معين وما الى ذلك. فانا هبتدي اوزع الكتاب ده وريدي الناس اصلا محتاجاه، بس مش الناس هتسيرش عليه وتلاقي، لا انا اللي هوديه لهم، تمام. وفي نفس الوقت انا كده ما صرفتش اي مصاريف، تمام، وفي نفس الوقت انا هشتغل على ان انا اعرف الناس بيه. ممكن اشتغل على حاجه تانية، اشتغل اي سي او من على الويب سايت بتاعه،
تمام، علشان الناس اللي هتسيرش على كتب معينه او مواضيع معينه تلاقيني، فانا كده عملت له اويرنس. ممكن اشتغل على الجروبس بتاعت التليجرام اللي بتتكلم فيها الكتب، ابتدي ادخل فيها واعمل لوجن بالاكونت بتاعه، وابتدي انا اشتغل على ان انا اطلع الكتب اللي الناس محتاجه. يا جماعه اي حد محتاج اي كتاب في مجال معين ممكن يجي واحنا نحاول نوفره له ونساعده. تمام، ممكن اشتغل حاجه تانية خالص بعيد عن كل ده. تمام، يوفر لي حق اوفر له حد كونتنت كريتور يبتدي يعمل له ملخصات للكتاب، ملخص سريع او بريف في 5 دقائق عن كتاب، واعمل له كامبين تمام اورجانيك، وبتفضل ماشيه معاه ان هو بياد فاليو للسوق للسوق ده، ان هو بيدي ملخصات كتب فالناس تقدر تسمعها كبودكاست عادي، كساوند تمام وانت في الطريق وانت في اي حته، او ان انا اشتغل عليها فيديوز واعمل له بيها فيديوز حتى لو سلايد شو، مش هتبقى حاجه مكلفه، فاهمه؟ فابتدي ادور في الحاجات اللي بتعمل له براندنج للناس محتاجاها وفي نفس الوقت ما تكلفوش. تمام، الفكره هنا ان انا لازما في الفتره اللي احنا فيها دي او الفتره الحاليه تمام او ال حاليا، ما ينفعش ان انا كل تفكيري دي غلطه كتير بيقع فيها شركات او ايجنسي او اشخاص، كل التفكير ان انا دايركت ادز، اعمل ادز فاجيب ليدز فبيع فشكرا. تمام، حتى لو الكلاينت محتاج كده انا لازما اشتغل على حاجات تانية غير الايدز، ما ينفعش ان انا اعتمد دايركت 100% على الايدز. تمام، لان الاعتماد على الايدز حتى لو حتى اقول لك على حاجه، لو الكلاينت محتاج ان هو مش عايز بيع عادي، يا جماعه انتوا هتبيعوا له، يحطوا البلان اللي انتوا محتاجينها وانا همشي عليها. خلاص يا فندم، احنا هنشتغلك اويرنس وبعد كده نمشي ستيب باي ستيب 1 2 3. وانا شغال حتى في البلان بتاعتي اللي انا حاططها، ما ينفعش برضه اشتغل ادز بس، تمام، لازم نحط استراتيجيز مختلفه وطرق مختلفه. والله وانس ان انا عملت الاد وفشل، يبقى الكلاينت ما يلاقيش زيرو ريسبونس، فاهم؟ ما يلاقيش ولا نتيجه خالص. لا، انا لازم يكون عندي اكتر من حته بلعب بيها، بحيث ان لو حته فشلت يبقى انا على الاقل حققت نسبه معينه من التارجت اللي انا حاطه او من الحاجه اللي انا حاططها. فانت شوفي ازاي تقدري توفري تعملي براند بفاليو معينه هو يقدر يقدمها، تمام، بعيدا عن ان هو يصرف فلوس في الجزء ده. تمام، وفي نفس الوقت استراتيجي تكون خاصه بالكومباني بتاعتك او الشركه بتاعتك هي اللي تقدر تاخد منها تعمل بيها حاجه كويسه، يعني فاهم؟ فانت الفكره دي نفسها او الكيس دي طبقيها على كل الاكونتس اللي معاك. ازاي اشتغل بـ 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 انا كماركتنج شاطر، او لو حد عايز يبقى ماركتنج شاطر فعلا، لازم يشتغل على انه ازاي يعمل ريسبونس من غير بزيرو بادجت. فقدرت وانس انت قدرت توصل للجزء ده، او ان انت تعرف تعمل ماركتنج بزيرو بادجت، تمام، انت كده بدأت تبقى على الخط الصح، وانت تقدر تشتغل في اصعب الظروف. تمام، فانت حاولي زي ما قلت تشوفي طرق مختلفه تتناسب مع الاندستري دي، واتكي جدا وخلي بالك جدا من الجزء بتاع السولف بروبلم بتاع الناس نفسها. الناس عندها مشاكل في ايه او محتاجه ايه؟ هل هو شغال في كتب في اندستري معينه؟ ممكن تقسمهم اندستري، لو هو كتب اسلاميه حلو جدا تقريبا يعني، وحته صغيره قوي كتب مش اسلاميه بس يعني ايه صغيره قوي، ويليام شكسبير بس، حاجات كده اللي هو مش مشهوره بين الشباب اصلا. حلو جدا. كام ام دلوقتي بتبقى محتاجه ان هي ابنها وهم طالعين صغيرين يبقى عندهم باك جراوند عن الجزء الاسلامي، او ازاي يعرفوا يصلوا، او ازاي يعملوا كذا او كذا؟ هو لو اشتغل على كتب ووفرها للام تقدر تعرف ابنها، فهو كده خد تارجت اودينس اي ثينك ان هو مش موجود كتير في مصر او في الدول العربيه. كام حد محتاج ان هو يتثقف اسلامك؟ تمام، اصلا ده وقت سيزون، حاليا اصلا ده سيزون، اصلا المفروض يكون ليه كامبين لوحدها، هو اصلا يكون البادجت بتاعتها مختلفه. كام حد مثلا، تعالي مثلا نفكر كده، مين او كام حد راجل كبير في السن او ست كبيره في السن من ابهاتنا وامهاتنا عندهم مشكله في موضوع ان هم يقروا بشكل كويس، تمام، فانا اقدر اوفر لهم مثلا كتب معينه، تمام، مع مثلا نموذج مثلا زي الحصري مثلا او قارئ معين، ويقدر يشرح لهم بشكل بسيط جدا، تمام، يجيب كتب، فيه كتب ومؤلفات اصلا كتير جدا جدا فور فري بتتكلم عن اجزاء معينه، ان هم مثلا يبسط العلوم بشكل
كويس، ممكن ياخد منها اجزاء يبتدي يشتغل عليها. لو جاب كتب، لو جاب الحاجات بتاعت الشعراوي، شغل شعراوي، وحاول يبسطها في قصص بسيطة بتكست صغيرة او بوست، الشيخ الشعراوي قال لك كذا كذا كذا، تمام، ويبتدي يبسطها بشكل كويس ككامبين لوحدها. فاوريدي انا هعمل اويرنس ان الناس دي هتبني تراست جامد جدا، كام حد بيثق في الشيخ الشعراوي، فاهمه؟ اعملي، اقعدي مع التيم تمام. بتاعك واقعدي برضو مع الكلاينت وريدي عليه افكار، وابتدي ان انت اعملي عصف ذهني كده لحد ما توصلي الافكار تبتدي تطلعي بيها. ويعملي بقى اذا الكيس ممكن دي بس على اسال سؤال كمان يعني، وشكرا جدا طبعا لحضرتك على كل الافكار دي. العفو. انا برضو شغالة على عميل تاني هو بتاع نجف واباليك وحاجات كده. حلو. فاحنا في الاول لما عملنا اس تي بي لقينا سيجمنتيشنز مختلفة جدا عن بعض. يعني لما عملت معاه سيرفي قال لي المهندسين الديكور اللي عندنا في المكان بتوع كفر الشيخ كلهم بياخدوا شغل من عنده، تجار الجملة بيبيع جملة حلوة جدا جدا جدا، الناس اللي بتجهز برضه بتبيع معاه كويس جدا. فانا عشان ابدا اعمل اوينس دول الثلاثه سيجمنت مختلفين عن بعض خالص، انا معرفش انا سيجمنت هيمشي معايا اكتر على السوشيال ميديا. تمام، ابتدي اشوف الكومباتيتور، الكومباتيتور بتوعي شغالين على ايه بالظبط، وابتدي اخد اشوف ماليش الشريحه. كومبيتيتور على السوشيال ميديا خالص في كفر الشيخ في المكان اللي انا فيه. وشغالين اكتر على غالبا مهندسين ديكور. ماشي، ابتدي اخد جزء منهم واعمل تيست لكل حاجه منهم بالتوازي مش بالتوازي، تمام. يعني مش هينفع اشتغل مع كل دول على بعضهم نظرا لاكيد البودجيت واكيد الوقت والكلام ده كله، فاخدهم بالتوازي، اخد جزء جزء وابتدي اشتغل عليه، مش لازم اشتغلهم أنا كل كلهم واحد مع بعض. كامبين يعني. كل واحد كامبين ويبتدي نشتغل عليها، بس احافظ في الكامبينز اللي انا هشتغلها على الايدنتيتي بتاعت البراند اللي انا بشتغل بيه، يعني البراند بتاع الراجل اللي انت بتشتغلي معاه او البيزنس ده. خلي بالك من الايدنتيتي بتاعته، عشان لما يتحول من تارجت اودينس بيستهدفه من تارجت اودينس، يبقى هو محافظ على فويس تون معينه، محافظ على كولرز معينه، عشان ما نجيش نغير التارجت اودينس نتغير معاهم، فاحنا اوريدي بنشكل كده، هيبقى غلط على الايمج اصلا بتاعت البراند، فاهمه؟ فانت ممكن تاخديهم بالتوالي كده، جزء في جزء في جزء. بعد كده انت هتلاقي نفسك فهمتي السوق ماشي ازاي. وممكن تعملي حاجة تانية على فكرة، لو انت هتشتغلي فيسبوك اد ممكن تعملي اي بي تيست وتشتغلي على الثلاثة، كل واحدة في يعني كلهم كامبين واحدة، وفي اد في أكيد. ادز مختلفة، او وهو هتلاقي فيسبوك يعمل لك سجست ويوقف الاثنين اد التانيين. لو انت شغالة جوجل ابتدي حطي كذا هيدلاين، تمام، واعملي كامبين سيرش، وحطي اكتر من هيدلاين، اول ثلاثة هيدلاين اصلا مهمين جدا جدا، حطي كل هيدلاين لوحده بادز لوحدها بكيوردز لوحدها، وابتدي شوفي السيرش عن اني اكتر، ابتدي اعملي سيرش كده شوفي التفاصيل بتاعت الاودينس ايه بالظبط، الناس بتسيرش على ايه ممكن يعني، فاهمه؟ فانت هتوصلي ايه، لازم كله هيجي بالتيست، ابتدي بالتيست وابتدي اشتغلي على الاساس ده يعني، وابتدي اشتغلي على البيز ده. تمام، شكرا جدا. عفو. تمام، حد عنده أي سؤال تاني؟ أستاذ محمود بيسعد لي مساك، بس عندي سؤال وهو شوي خارج الموضوع إذا بتسمح لي. اتفضل. أكيد. الله يزيد فضلك. سؤالي بخصوص الفيسبوك والقرار الجديد اللي طالعه، إذا سمعته أو شفته. بخصوص أداة الإنسايد، الأودينس إنسايد، فمنها تقريبا للشهر السابع ما حد اشتغل أو هيلغيها الفيسبوك، هيقوم بإزالتها. هو من شهر ستة مش هيكون من شهر ستة مش هيكون موجود، بس احنا بنستخدم تولز مختلفة أصلا، تمام، زي سيم راش، زي فان بيتي كارما، دول أصلا بنستخدمهم من بدري، حتى لو فيسبوك أصلا موجود أو مش موجود، دي حاجة. حاجة تانية، I'm sure إن أصلا قبل شهر ستة أو قبل ما تتلغي هتلاقي في حاجة بدلها، تمام، مش هيلغيها وخلاص على كده، لا أكيد هيكون في حاجة بدلها، لأن هو في سياسات كتير بتتغير حاليا بسبب الجزء بتاع ايفون وحجم الاعلانات والقصص دي كلها، وحتى الاوليجرازم على فكره فيها حاجات اتغيرت في اول الشهر،
بالضبط هذا اللي حابب افهمه منك. فانت كنظرتك كمسوق مثلا كخبرتك استاذ محمود، انت شو بتشوف مستقبل فيسبوك وابل؟ يعني شو نهايه هاي المشاكل وشو تاثيرها علينا بالنسبه نحن كمسوقين؟ والله لو اتكلمنا في الحته دي، انا اصلا بتعامل او المفروض كمسوقين بنتعامل مع فيسبوك كانها اداه امبلمنتيشن، بس اداه تنفيذ. احنا بنشتغل كماركتنج عادي جدا، بنشتغل في البلاننج والبيزنس والكلام ده كله عادي جدا جدا، تمام. لكن لما هنيجي بقى نشتغل كامبلمنتيشن، لازم انا اكون عندي استراتيجي زي ما كنت بقول من شويه كده الاستاذه منار. لازما انا كواحد مسوق ما ينفعش اعتمد 100% على على الـ على الـ 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 على فيسبوك، تمام. مش هينفع اشتغل على فيسبوك بس، لازما اشتغل على اكتر من تشانل. لازما يكون عندي استراتيجيات مختلفه. لو انا اعتمدت على فيسبوك بس، فانا مش هبقى ضامن اصلا مستقبلي ولا مستقبل البيزنس اللي معايا. فضروري اصلا من قبل حتى ما تحولات فيسبوك دي تحصل، لازم يكون كل بيزنس يكون مينيموم كده اقل حاجه عنده 3 استراتيجيات بيشتغل عليهم. وانس ان اي واحده منهم وقعت، حصل فيها دروب، حصل فيها كومبيتيشن عاليه، هو اصلا عنده 2 استراتيجيز تانيين بيشتغل عليها. وده ممكن نرجع له في البيز اساسا، في الجزء بتاع الماركتنج نفسه، ان انت وانت شغال لازم يكون عندك اكتر من تول تشتغل عليها واكتر من استراتيجي تشتغل عليها. يعني انا لما بشتغل على فيسبوك لازم يكون برضو شغال جوجل اد، ولازم يكون شغال مثلا اي تشانل سوشيال ميديا تاني. في جوجل اد يعني هو لاعب اساسي ورئيسي في كل البيزنس، تمام، لان هو بيتميز بحته ان انت بتروح للناس اللي بتدور عليك، مش انت اللي بتدور على ناس وتستهدفهم. يعني انت الكلاينت اوريدي هو بيسيرش عنك، تمام، فانت بتظهر له. غير مثلا الفيسبوك مثلا، انت اوريدي بتروح للناس تظهر لهم في الادز في التايم لاين بتاعهم، انت اللي بتروح بتدور على الناس نفسها. طيب يبقى احنا الاستراتيجي الصح او الاقرب للصح في معظم الشركات اللي اشتغلت معاها، ان احنا بنشتغل كجوجل اصلا لعيب اساسي، تمام، ومعاه فيسبوك، تمام، وبيكون في بلاتفورم مختلفه عن فيسبوك بتكون شغاله بشكل اساسي كانها زي فيسبوك بالظبط، فيها كل الاهتمام والكونتنت مختلف بتفاصيل مختلفه بكل حاجه. فلو حضرتك معاك بيزنس معين زي ما قلت لك كده، اشتغل على اكتر من حاجه وما يشغلكش بقى هو فيسبوك طلع فيسبوك نزل، انت كده كده معاك اكتر من طول بتلعب بيها، تمام. اعتبر نفسك كده زي بالظبط كده، واحنا بنكون شغالين زي مدربين الكوره كده. ما ينفعش ان انا يكون عندي لعيب بيلعب في الملعب وهو اتصاب انا اضرب لخمه مش عارف انا هعمل ايه ومن غيره، فلا لازم يكون دايما عندي كذا لعيب وعندي كذا بديل. تمام جدا. فاستاذ محمود انا عم اشتغل على خطه هيك صغيره او فينا نقول بلان صغيره، من خلالها بقدر اجيب ترافيك 100% مستهدف لجمهور مثلا البرودكت تبعي، عم برجع بستهدفه بدون الحاجه لها. فمع الايام للجوجل انسايت الاودينس انسايت في احتماليه انه مثلا احتاجها، او شو بتنصح كبدائل افضل لها حتى لو كانت ادوات مدفوعه؟ زي ما قلت لحضرتك انت بتشتغل على فان بيج كارما وسمرش، هما من افضل التولز اللي احنا بنستخدمهم كسوشيال ميديا، تمام. كسوشيال ميديا دول من افضل التولز اللي بنستخدمها كسوشيال ميديا، هيتلاقي عندهم كل اللي انت محتاجه في جزء السوشيال ميديا وتحديدا فيسبوك كمان. تمام استاذ محمود. هلا انا كطبيعتي فبشتغل دروب شيبينج مثلا من علي اكسبرس لامريكا، بروح بتعامل مع مايكرو انفلونسرز او مثلا بيج انفلونسرز، بروح مثلا ببعث له برودكت، فمن خلال هذا الانفلونسرز بيدخل الترافيك المستهدف على موقعي، فهون بستهدفهم في البيكسل، فهون بوفر على حالي يعني مثلا اعلانات او بادجت اقل من هيك. فانت شو رايك بهيك الخطوه، انه استمر على المايك على الانفلونسرز ولا اكمل احترف اعلانات مثلا جوجل ولا فيسبوك؟ كنصيحه من شخص منك. اشتغل على الاثنين، حتى لو هتشتغلهم مره كده ومره كده، اشتغل على الاثنين حتى تشتغلهم مره كده ومره كده، بس ما ينفعش انت تعتمد على حاجه واحده بس. والانفلونسر هي تول قويه جدا 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 وفعاله بشكل كبير جدا، ممكن يكون البادجت بتاعها عالي في مره بس بالكونفرجن حاجه كويسه جدا، باختلاف الاندستريز بقى اللي احنا بنشتغل عليه. لا الحمد لله عم بتجيب 6 اضعاف اللي عم بحطه يعني. بالظبط فعلا، هو جزء الانفلونسر يعني حاجه فيري امبورتنت يعني.
تمام شكرا لك. Thank you so much. عفوا. تمام. مين عنده في حد تاني عنده اي سؤال في الجزء بتاع اللي احنا اتكلمنا فيه؟ الجزء بتاع الانفلونسر، الجزء بتاع الانفلونسر مهم جدا. لو انت شغال في برودكت معين وليه شريحه كبيره او ليه انفلونسر بيتابعهم شريحه كبيره من الناس اللي بتشتغل عليهم، لازم يشتغل الجزء بتاع الانفلونسر مع في الاستراتيجي بتاعتي، حتى لو انا مش هشتغلها بال 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 على التوالي او دايما هشتغلها. ممكن لو انا هشتغلها شهر وشهر لا، او كوارتر او كوارتر لا، بس هي جزء كبير يعني كتير مهم جدا، لان انت بتاخد التراست بتاع الكلاينت بتاعك. تمام. بتاخد التراست بتاع الادوات، بتاخد التراست بتاع الكلاينت بتاعك من الانفلونسر. وانس ان انت الانفلونسر خد البرودكت بتاعك ورشحه للناس، خلاص هي الناس واثقه فيك. وده بيفيدني جدا جدا، او الانفلونسر بيفيدوني جدا جدا، خصوصا في مرحله الاورنس. لو انا بعمل اورنس للبرودكت، او بعمل لانش برودكت، او بعمل مثلا لانش البيزنس جديد، فدي حاجه مهمه جدا، يعني حاجه اساسيه. تمام. طب البروسيس بتاعت الانفلونسر ايه؟ انت اولا كده بتبتدي تكونكت معاهم. تمام. بتشوف الكومبتيتيف بتوعك عندهم اني انفلونسر بيشتغلوا مع اني انفلونسر، اني انفلونسرز اللي بينزلوا له برودكت. تمام. وده هتعرفه ازاي؟ طبعا انت عارف الكومبتيتيف بتوعك، وعارف هم اللي تشانلز بتاعتهم ايه، فبتشوف الانفلونسر اللي بينزلوا برودكت عندهم مين بالظبط. طيب خلاص انت عرفتهم، بتبتدي تعمل objective لنفسك. والله انا محتاج انفلونسر يشتغلوا لي علشان انا عندي لانش برودكت، او انا المفروض محتاج ان انا هعمل ماركتنج باستراتيجي مختلفه، او على حسب الاوبجكتيف اللي انت محددها. طيب خلاص انت حددت الاجزاء دي وعرفت الاوبجكتيف بتاعتك، حددها بارقام. والله انا محتاج اشتغل على الانفلونسر بتوعي بشكل محدد، اللي هو انا محتاج ان انا اشتغل معاهم علشان اشوف هم هيحققوا لي كام، هيوصلوني لكام كلاينت، هيعملوا لي كام كونفرجن، هيدخلوا لي كام فيو، الكلام ده كله. بتحدد الاوبجكتيف بتاعتك. خلاص انت حددتها، بتبتدي تتواصل معاهم وتقول لهم والله انا شركه كذا ومحتاج ان انا اتواصل معاكم علشان ان انا، ولو انت محتاج حتى انفلونسر واحد تواصل مع اكتر من واحد، عشان اكيد مش هديل مع حد من اول مره. خلاص بتبتدي تتفق معاه، تقول والله هيقولك انا بنزل الستوري بمبلغ معين، وبنزل البوست بتاعي بمبلغ معين، وبعمل ريفيو بمبلغ معين. خلاص بتتفق معاه، بتبعت له البرودكت بتاعك، وان هو بيجرب البرودكت او بيشوفه او بيتاكد منه ان البرودكت تمام عشان يقدر يعمل له سجست بشكل كويس. بعد كده خلاص بتبعت له، بتتفق معاه وبتتم معاه الديل، وبتدي سجست ايه البرودكت بتاعك. بس لازم انت طبعا تكون محدد انفلونسر بيتارجت كويس جدا، الانفلونسر بتوعك يكونوا بيتارجتوا الكلاينت بتاعك بشكل مهم جدا. طيب في مثلا الادوات. تمام. طبعا عادل شغال ما شاء الله في الشات، بيبعت الحاجة للناس. تسلم والله جدا، حاجة هايلة بصراحة، يعني ما شاء الله عليك. في ايه بتقول ممكن توضيح الادوات اللي انا مش فاهمها؟ بص، فان بيج كارما وسيم رش، التو تولز دول او الاداتين دول مهمين جدا. تمام. لاي حد بيشتغل، او اي حد هو بيشتغل سوشيال ميديا، او عنده الجزء بتاع السوشيال ميديا محتاج يعملها اناليسز، فبيخش على سيم رش، او بيخش على التول بتاع فان بيج كارما، بتعمل عليهم لوج ان. تمام. ومنهم بتعرف التفاصيل بتاعة الكومبتيتيف بتوعك، التفاصيل بتاعة الاناليسيس بتاعة العملاء عندك او عند الكومبتيتيف بتوعك اللي هم ليهم قنوات على السوشيال ميديا. بتبتدي والله
بتديهم التشانل او اللينك بتاع التشانلز بتاعهم، ويبتدوا ان هم يديك الاناليسز بتاعتهم، هم عندهم كام لايك، بينزلوا كام بوست، عندهم الجروث قد ايه، معدل التفاعل، انجيجمنت ريت، والتفاصيل دي كلها. ويبتدي يديك كمان تفاصيل عن افضل كونتنت والاودينس والتفاصيل كلها زي فيسبوك انسايت بالظبط. تمام، ده التفاصيل بتاعت او السؤال بتاع السؤال بتاع الادوات. تمام، طيب ايه تاني؟ طيب خلاص كده، حد عنده اي سؤال تاني؟ استاذ محمود. محمد ازيك، عامل ايه؟ بخير الحمد لله، انا بشكرك على اللقاء الرائع ده. تسلم، ربنا يخليك والله. كنت بس بسألك، هل السوشيال ميديا او الديجيتال ماركتنج ممكن يكون مفيد لكل الانشطة؟ يعني كان في كلاينت بيتكلم معايا الفترة الأخيرة، هو نشاطه في بيسموها الصيانة والتشغيل، يعني بعد ما يعني حاجة متعلقة بإدارة المشروعات والفاسيلتي مانجمنت. تمام، وهو شغال أكثر مع القطاع الحكومي. تمام، عفوا، بقولك ده جزء من البروجكت مانجمنت صح؟ لا، يعني هو بعد ما بيكون في مشروع عقاري تم بناؤه واكتمل، بعد كده المفروض ان في شركة بتمسك بالظبط، بتمسك موضوع الصيانة والتشغيل وهكذا. تمام، فهو شغله اكتر مع القطاع الحكومي، هو ما كانش عنده قبل كده اي ديجيتال ماركتنج او اي سوشيال ميديا ماركتنج تمت. انا مش متاكد كمان هل هو عنده حسابات اساسا او لا على السوشيال ميديا. فهو كان سؤاله واضح، ازاي السوشيال ميديا هتفيدني؟ يعني هو شغال في الاكتر مع قطاع حكومي، المشاريع اللي بياخدها معظمها مناقصات والكلام ده بالظبط، بيكون معظمها مناقصات. فهل هي بس هتبقى حاجه ليها علاقه بالبراندنج، ان احنا بس بنبيلد الايمج بتاعته، ولا هل ممكن يجي له فعلا كلاينتس منها؟ او ازاي تقدر تكون مفيده بالنسبه له، وايه التولز اللي يقدر يستخدمها؟ تمام، مبدئيا مش كل الاندستريز او مش كل البيزنس اللي ينفع معاها السوشيال ميديا، ومش كل الاندستري او الشركات اللي ينفع تشتغل سوشيال ميديا في كل الوقت ينفع تشتغل سوشيال ميديا. يعني ممكن يكون انا ينفع بالنسبه لي اشتغل سوشيال ميديا وعندي كلاينت وكل حاجه، بس مش ده الوقت او مش دي الاستراتيجي اللي انا ممكن استخدمها حاليا. تمام، ممكن استخدم حاجات مختلفه. يعني مثلا شركه من شركات العقارات مثلا كنت شغالين معاها، كان عندها مثلا 60 وحده جداد، ال 60 وحده دول ما اشتغلناهمش سوشيال ميديا خالص. احنا عملنا ديل مع شركات كبيره ان هي تسجست الوحدات دي للموظفين بتوعها، والموظفين بتوعها كانوا مرتبات، في جزء منهم مرتباتهم كويسه بدون ذكر اسماء يعني، وتاخد نسبه. تمام، وياخدوا خصم، والشركه نفسها اللي هتاخد، الموظف كل موظف هياخد وحده معينه، الشركة نفسها هتاخد نسبة او هتاخد كوميشن عليها، او هتاخد زي كادو معين، مش بصيغة الكادو علشان الدنيا تمشي ويحقق يعني الفكرة حققت تارجت كبير وتحقق منها مكسب كبير. كان ممكن نشتغلها سوشيال ميديا، بس في الوقت ده مع الازمة دي مع ال 60 واحدة دول ما كانش ينفع ان هم يشتغلوا سوشيال ميديا. فهو لا، مش كل البروجكتس ينفع تشتغل سوشيال ميديا، ومش كل البروجكت اللي ليها في السوشيال ميديا ينفع في نفس الوقت. ممكن تشتغل سوشيال ميديا وتشتغل اوفلاين، يعني الموضوع ملوش رول، على حسب الاندستري نفسها او البيزنس نفسه وتقدر تشتغل ايه بالظبط. تمام، طيب بالنسبه بقى ليه، هو ايه الاستراتيجي اللي ممكن يشتغلها؟ مبدئيا هو محتاجين نشوف الكومباتيتور بتوعه فين بالظبط وبيعملوا ايه وتفاصيلهم ايه والماركت شير بتاعهم، ونشوف التارجت اودينس بتوعنا موجودين فين. بناء على السؤالين دول، تمام، او بناء على الاجابتين بتوع السؤالين دول هنعرف هو هينزل سوشيال ميديا ولا لا. غير ان هو ممكن اصلا او بشكل اساسي لازم ينزل سوشيال ميديا براندنج، ان هو يعمل لنفسه براند ويبتدي يشتغل على الجزء ده، ان هو
بيعمل صيانة بشكل كويس وان هو يشتغل بالفكرة دي. ممكن بقى لو هو شغال بي تو بي بشكل كبير، ممكن يشتغل كبي تو سي ويبتدي يعمل برودكت معين او سيرفيس معين يقدر يخدم بيها البي تو سي، فهيخش من الحتة دي ويسجست للناس الجزء بتاع البي تو بي. طب هو لو اشتغل سوشيال ميديا هيشتغل ازاي، او فكرة ازاي لو هو شغال بي تو بي؟ ممكن يشتغل زي ما قلت لك، يشتغل على جوجل، تمام، يعمل ويب سايت كويس محترم ويبتدي يشتغل عليه كاونلاين ماركتنج مش كسوشيال كده. يعني لو بنتكلم جوجل يبقى كده بنتكلم اونلاين ماركتنج، ويبتدي يعمل اس اي او محترم ويبتدي ياخد بيه شير كويس، ويبتدي يشتغل لينكد ان، ويبتدي يشتغل ايميل ماركتنج، وبعد كده يبتدي يشتغل بقيه الايه البلاتفورم. تمام. اول حاجه لازم هيبني له براندنج ويعمل له اسم بشكل كبير ويكون اسمه موجود على الساحه. ده هيفيده في ايه بقى؟ هيفيده ان هو لو خد ماركت شير كويس جدا جدا جدا، الشركات بتاعه العقارات نفسها هتعوز تجيبه علشان الكلاينت نفسه اللي بيشتري من العقارات يكون عنده تراست ان هم يقولوا والله احنا شركات الصيانه اللي معانا شركه اكس، فاوريدي تبقى ميزه، او هو يكون الفاليو اللي بيقدمها شركه العقارات للعميل. يعني انا دلوقتي ولا نفترض ان انا شركه العقارات، مثلا شركه العقارات بتاعتي المفروض ان هي شغاله على بروجكت، طب يا جماعه هنجيب مين يشتغل او يمسك الجزء بتاع الصيانه؟ تمام، لا احنا الناس عارفه وعندها ثقه او واخده تراست كبير، واللي عنده ماركت شير في وسط الناس شركه مثلا استاذ محمود، حلو، او استاذ محمد مصطفى، خلاص هاتوه لان هو الناس واثقه فيه. ونيجي احنا بقى كشركه العقارات نقول والله احنا بنتميز ان احنا كبتوع السيلز بقى لما بيجي يتكلم دايما لازم نجيب حته الصيانه، لان الكلاينت بيدفع للصيانه، تمام، بيدفع الصيانه لوحدها بعيدا عن ثمن العقار. فلما يجي مثلا يقول والله ده انت حضرتك هتعمل اللي ماسك الصيانه بتاع الكومباوند بتاعنا شركه كذا، وهيحطك انت كشركه صيانه فاليو للبروجكت بتاعه، فدي ميزه كبيره جدا وهتجيب له شغل بطريقه اندايركت. لو انت بقى قعدت تفتش بشكل كويس وتعمل برين ستورمنج كده وتعمل سيرش وتفهم زي ما قلت لك الكومباتيتور شغالين في اني واي بالظبط، والتارجت اودينس بتوعك فين، وعملت جزء بسيط من السيرفيس بتاعتك للتارجت اودينس، فخلاص انت بقيت تراست. ممكن تيجي جوه المشاريع نفسها وتعمل ايفنت او تعمل كامبين معينه اوفلاين، تمام، فهتبقى الناس هتعرفك. وانس ان الناس عرفتك، تمام، الشركه نفسها هتجيبك ان انت هتبقى اد فاليو ليه. ده كده بشكل مبدئي. تمام، بعد كده وانت شغال هتبتدي تخلق الفاليو وتعرف ازاي تستفاد من السوشيال ميديا. يعني ده نوع من الفكر او نوع من الافكار يعني. فاتمنى اكون كده جاوبتك على سؤالك يعني. تمام، اشكرك. تمام، حد عنده اي سؤال تاني او انا عندي سؤال بالنسبه للشغل بس. اوكي، ازاي اروح اشتغل مثلا في مكان يكون فاهم ماركتنج مثلا عشان اتعلم اكتر؟ لان معظم الاجنس اللي شغاله دلوقتي في مصر يعني مش كلها يعني، بس اللي بشوفه بيبقى كلهم بيقعدوا له على البيج عندهم، احنا لو هتدفع 1000 جنيه مثلا نوصلك ل 50,000، وحد مهتم بالكلام ده. الناس دي انا عايز ابعد عنهم وعايز اروح مكان كويس يكون فاهم ماركتنج فعلا، ما يكونش زي الناس اللي تقول هات كذا وصرف لي كذا. طيب بص، انت عشان توصل للنقطه دي انت مش هتعرفها غير لما تخش جوه الايجنسي نفسها، تمام، او ان انت تعرفها من خلال السوشيال ميديا بتاعتهم. بس احب اطمنك اصلا ان الكلام ده بدا يقل خلاص، يعني الموضوع بقى معروف ان هو مش تراست بالنسبه للناس، وان بقت عمليه مش كويسه، فخلاص الموضوع ده بدا يقل. دي حاجه تانية، لما تشتغل في مكان او تخش جوه مكان حاول تكون انت اصلا متمكن جدا علشان تفرض على المكان اللي انت شغال فيه بالاكونت اللي انت ماسكه ان انت تقدر ان انت
تتحكم في الاكونت بالبرسوناليتي بتاعتك وتحقق بيه نتائج. خلاص انت دخلت او خلاص انت دخلت الايجنتس دي ومسكت اكونت وحققت بيه نتائج بطريقه مختلفه او باستراتيجيه مختلفه، خلاص انت بعد كده هيكون في ثقه ان انت تكمل بعد كده وتمسك اكونت تاني. تمام. دي حاجه. حاجه تانية، حاول تشوف الايجنتس دي معاها اكونتس ايه. تمام. من خلال او من قيمه الاكونتس نفسها انت هتفهم ان المكان ده كويس ولا مش كويس. طب هو انا اصلا اوصل للناس دي ازاي؟ لاني ناس الناس اللي هي فاهمه ماركتنج، مش الناس التانية اللي هم بتوع الوصول والناس دي. من خلال الكلام نفسه. انت لو دخلت على السوشيال ميديا بتاعت اي ايجنتس هتعرف هم ابحث اكتر يعني. هم يعني بتلاقيهم موجودين معروفين يعني، عارف انت بتبقى مكشوفه يعني، بيبقى معروف ده حد فاهم ولا حد مش فاهم يعني، بتبقى باينه. تمام. جماعه. طيب حد عنده سؤال تاني ولا نكلوز النهارده على كده؟ سؤال اخير معلش. قول مع حضرتك. هل في اي تولز بتساعد في الكونتنت او في البوستنج بلان؟ في تولز كتير، بس هو الموضوع في الكونتنت بيعتمد على الاستراتيجي نفسها. بص على حسب الستاب اللي انت بتشتغل عليها جوه الكونتنت نفسه تقدر تحدد التول بتاعتها. يعني تعالى مثلا كده، لو انت بتتكلم في الجزء بتاع الكونتنت استراتيجي فانت بتستخدم تمبلت علشان تبني بيها الاستراتيجي بتاعتك. تمام. طيب قبلها بتستخدم ايه؟ بتستخدم الجزء بتاع المودريشن بتاع الكاستمر فيدباك، بتحدد الفيدباك بتاع الكلاينتس اللي معاك او الناس اللي بتتكلم معاك على السوشيال ميديا الكومنتس والمسج بتاعتهم ايه عشان تقدر تبني عليها الاستراتيجي. طيب تعالى كده نشوف بقى التولز ايه. انت خلاص جمعت الكومنتس دلوقتي، خلاص هنشتغل على الجزء بتاع الكونتنت استراتيجي. بنبتدي تدرس في الجزء بتاع الكونتنت استراتيجي الكومبيتيشن ماشيه ازاي، الكومبيتيتور بتوعك ايه. فبتستخدم زي ما قلنا فان بيج كورما، بتستخدم سيم رش عشان تشوف انت كسوشيال ميديا ايه بالظبط. تمام. والكونتنت اللي كاتبه الناس المنافسين ليك ايه بالظبط. خلاص حددتهم، بتروح المرحله اللي بعد كده بتشوف الاستراتيجي بعد ما بنيتها، بتبتدي تعمل برمستورمينج. طب وانت بتشتغل على الجزء بتاع الكونتنت بتشتغل على ايه بالظبط؟ بتشتغل على تولز تحدد لك لغويا و لغويا و وكلام انت كاتبه مظبوط ولا لا. فبتستخدم تولز مختلفه زي جرامري مثلا، بتستخدم تولز تعرفك الاجزاء بتاعة الكونتنت نفسه ايه بالظبط. يعني مثلا تعالى كده مثلا انا هشير مثلا معاك سكرين كده. السكرين كده بالنسبه لك متشافه؟ لا لسه ما ظهرتش. كده باينة؟ ايوه تمام كده. طيب بص كده مثلا، تعالى بنيجي مثلا في التولز دي مثلا بتبتدي ان انت تكتب اللي هي بتاعت هوب سبوت، بتبتدي تكتب مثلا الافكار اللي انت مثلا عايز تتكلم فيها. والله انا مثلا محتاج اتكلم في الماركتينج مثلا، فبتدي تديله خمس كلمات مثلا محددين ويبتدي يديك عليها افكار. تمام. بيقول لك والله انت محتاج لو انت هتتكلم عن حاجه معينه بتبتدي تحدد بيديك عليها افكار. تمام. عندك مثلا الجزء هنا بتاع التول بتاع جرامر ديت، بتديك لو انت هتكتب كونتنت معين او هتكتب حاجه معينه بتبتدي تشتغل معاك على عدد الكلمات وعدد الاحرف، بتبتدي تشتغل معاك على لو في اي ميستيكس في الكلام اللي انت كاتبه بتبتدي تعمل لك عليه ايديت وانت بتكتب الكونتنت. تمام. هنا لو انت بتكتب كونتنت او ارتكل بتبتدي تحدد لك الكيوردز اللي هي فيها مشاكل او صعبه في القرايه، بتبتدي تحدد لك عدد بيديك ريت معين هل انت كاتب بشكل كويس ولا لا، بيديك ايرورز لو في اي ايرورز معاك. تمام.
هنا بتجنريت لو انت بتكتب حاجه HTML او ككونتنت على ويب سايت معين، وبيبتدي بيديك انت لو انت بتكتب HTML او محتاج تظبط الفونتس بتاعته والكلام ده كله. في مثلا عندك الجزء بتاع فين، هنا برضو بيديك different keywords معينة علشان تبتدي تشتغل عليها، تمام، وبيقول لك الهاشتاجز بتاعتها والتفاصيل بتاعتها. عندك هنا وانت بتشتغل على جزء بتاع بودكاست او ككونتنت بودكاست، تمام، بتشتغل على الجزء بتاع او التول دي بتاعت التوب. لو انت عندك كونتنت محتاج افكار معينة، لو انت عشان تطلع افكار بيديك كل التوب كونتنت والارتكلز اللي اتكتبت في مجال معين. لو انت مثلا هتتكلم في مثلا في 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 البيوتي، في الفود، في الفوتوغرافي، في الكلام ده كله، تمام. ده في مرحلة الجنريت بتاعة الافكار ومرحلة الكتابة بتاعة الكونتنت. اللي هيساعدك بقى اهم من الكلام ده كله في الجزء برضو بتاع الالجوريزم بتاعة فيسبوك او بتاعة التشانل اللي انت شغال عليها دي، اهم اصلا من اي تول واهم من اي حاجة. لازم انت تكون فاهمها وعارفها كويس جدا، الالجوريزم بتاعة كل تشانل نفسها، كل تشانل تفهم الالجوريزم بتاعتها ايه وبيزد عليها تشتغل، تمام. لازم تكون فاهم الالجوريزم بشكل كويس. في حاجة اسمها all hashtags، في تول اسمها all hashtags كويسة جدا عشان لما انت تيجي تشتغل على الهاشتاجز تلاقي تعرف الهاشتاجز اللي موجودة ايه والترند اللي موجودة والتفاصيل دي كلها، التفاصيل كلها او شغل الهاشتاجز بشكل عام، تمام. وانت بتكتب كونتنت ممكن تشتغل على برضو التول بتاع keywords everywhere عشان يقولك الناس بتسيرش على ايه بالظبط، علشان تقدر تكتب كونتنت. لو انت بتكتب كونتنت على ويب سايت او بتبقى انت محتاج تفهم الناس او تجيب افكار معينة للكتابة بتاعتك، تمام. دي تقريبا بشكل سريع كده التولز اللي انت ممكن تستخدمها، تمام. تمام، ممتاز. طب هل في تول واحده اقدر ان انا احط فيها كل الاكونتس بتاعت السوشيال ميديا واعمل لها مانجمنت؟ في 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 هوت سبوت، تمام. اسمها هوت سبوت. اي لا، هوت سايت غير هوت سبوت. هوت سويت برضو. هوت سويت هوت سويت برضو كويسه، وفي هوت سبوت برضو. طيب. هو كان في اوفر تقريبا عليهم 3 شهور فري في حاجه بروفيشنال، بين بروفيشنال كده، فلو دخلت ممكن يبقى موجود برضه. تمام، انت برضه لما تخش يعني هي كويسه جدا برضه، هتفرق معاك يعني برضه. تمام تمام، شكرا. عفوا. ايه تاني، حد عنده اي سؤال تاني؟ اوكي تمام. بس محمود ماشي، اخر بس سؤال صغير لو تسمح لي. ماشي لو عايز مصدر اذاكر منه الالجوريزم بتاعت المنصات دي، فرق تنصحني بمصدر معين يعني التشانل؟ بص، ممكن ابعت لك الالجوريزم بتاع الفيسبوك، انا كنت بعتها للناس، ممكن ابعتها لك. يا ريت. ويعني انا كاتبها بالعربي عشان برضو كان في ناس عندها مشكله في موضوع الالجوريزم بالانجلش. وفي والريسورس نفسها من التشانل نفسها، يعني انت ممكن تبعت لي بس قول لي انت محتاج الادرس من انهي تشانل وانا ابعت لك طيب اوكي، بص هحاول اجمعهم وابعتهم لك. بس هو عموما لو انت عملت سيرش عن الالجوريزم على حسب البلاتفورم هتلاقي البلاتفورم نفسها من اجزاء الالجوريزم بتاعها. بس اوكي انا ممكن ابعتهم لك او تواصل معايا وهنظبطها، اللي مش عارف هبعتهم. طيب حاضر، تسلم، الله يعطيك العافيه. عرفت الالجوريزم هيفيدني في ايه؟ طيب او هيفيدني ازاي بقى؟ شايفني في ايه؟ حلو، هيفيدك ازاي؟ تعالى كده مثلا نفترض مثلا لو احنا بنتكلم على مثلا فيسبوك، ففي الالجوريزم بيقول لك ان انت عندك الستوري مش بتخش في الفلتره بتاعه فيسبوك، يعني لو انت نزلت ستوري مش هتخش فلتريشن هل هي تظهر للناس ولا لا.
فانا دايركت كده انا لازم انزل ستوري على فيسبوك، دي اول حاجه. تاني حاجه لو انا مثلا انا بحاول هقول لك اللي انا فاكره او الاجزاء اللي انا فاكرها واقول لك تستفاد منها ايه. حاجه تانيه لو انت شغال على اكونت معينه فهو بيشتغل على الجزء بتاع ان بيظهر المحتوى بتاع الفريندز بتوعك اكتر باربع مرات من محتوى البراندز نفسها. يعني مثلا لو انا مثلا كمحمود عندي بيج وعندي البروفايل بتاعي، تمام، الناس اللي عندي على البيج هم الناس اللي على البروفايل. طب انا انزل البوست بتاعي من اي جزء فيهم؟ لا انا انزل من البروفايل لانه هيظهر اكتر للناس من ان هو هينزل كاسم براند على البيج نفسها. طيب تعالى كده نشوف مثلا مثلا الجزء بتاع الوصول او الجزء بتاع السيرش. كل معدل وصول بيحصل على البوست وبيحصل عليه انتراكشن بيبتدي يتعاد الريتش تاني. يعني مثلا والله افترض ان انا نزلت بوست وصل ل 100 شخص، طيب ال 100 شخص دول اتفاعل منهم مثلا 10%، فبيبتدي يوصلني ل 100 شخص تانيين. طيب والله افترض ان هو مثلا ما حصلش اي انتراكشن على البوست نفسه من اول ناس شافته او من اول ناس حصل عندها ريتش، فبيبتدي ما بيظهرش البوست بتاعي تاني للناس اصلا، فبيبتدي البوست بيموت على كده. تمام، تعالى مثلا نروح انستجرام. انستجرام عندك الريلز فيها في الالجوريزم ده بيقول لك ان المفروض او القوانين بتاعت ان انت في الريلز بتوصل اكتر بست مرات من الصوره العاديه، فدايركت كده انا هشتغل ريلز بشكل كبير جدا. تمام، طيب تعالى مثلا نقول لك مثلا والله انت الفيديوز بتاع التيك توك، تمام، ما بتظهرش في فيسبوك بشكل كبير او بيتم التضييق عليها ان هي ما تظهرش اصلا في فيسبوك نفسها. يعني لو انا جبت مثلا فيديو انا مسجله على تيك توك ونزلته فيسبوك، ف بنسبة كبيرة الالجوريزم مش هتطلعهولي. تمام، فانا كل ما بفهم الالجوريزم كل ما انا ببدأ اعمل الاستراتيجي بتاعتي بما يتوافق مع الالجوريزم نفسها. تمام، الكلاينت لما بيجي له على بوستز مثلا على التايم لاين بيظهر له فلتريشن، بيجي فلتريشن والله الالجوريزم بتفلتر انهي بوستز اللي مش هتظهر له خالص بيزد على الانتراكشنز اللي هو بيعملها، وانهي بوستز اللي هتخش في فلتريشن وممكن تظهر له او لا، وانهي بوستز اللي المفروض تظهر له دايما. طيب الناس اللي معمول معها مثلا لو انا عامل سي فيرست لاكونتس معينه او بيجز معينه دول دايركت لازم يظهر له، ما ينفعش ما يظهر ليش. طب الناس اللي انا بعمل معهم انتراكشن زي مثلا بيجز بتاعت ماركتنج او حاجه، لا دول هيظهروا لي حتما، تمام، بس مش دايما هيظهروا لي. طب الناس اللي انا بعملش معهم انتراكشن خالص، تمام، دول عمرهم ما هيظهروا لي اصلا. تمام، فانا كل ما بفهم الالجوريزم كل ما انا بقدر اشتغل في الاستراتيجي بتاعتي بما يتوافق معاه عشان اظهر بشكل كويس. وصلت؟ تمام، تمام، تمام. حد عنده سؤال تاني ولا استاذ محمود؟ بس اقتراح صغير اذا بتسمح لي واسف على الاطاله. لا لا ولا يهمك، تفضل استاذ محمود. بما انه الفيسبوك حاليا عم يعدي في هي المرحله، ف مجرد اقتراح شخصي طبعا، والنهايه بالقرار لك، فانه مثلا بارض هذا الاسبوع او الاسبوع الجاي انه تسوي فيديو او ميتوب حلقه انه تشرح فيها الادوات اللي بتغنينا او البديله على الاودينس انسايت وطريقه التعامل معها وطريقه احترافها، ويعني انه الشغل عليها بسلاسه. فمثلا انا كشخص يعني اول مره بعرف هدول الادوات فانه ما بعرف استعمل، او بجوز في غير كثير ناس، فحابب اعرف رايك بهذا الخصوص. لا تمام جدا، فكره كويسه جدا واحترمها جدا وهسعى لده فعلا. فعلا، حاضر، شكرا، شكرا جزيلا لاهتمامك. عفوا عفوا. تمام، محتاجين حاجة تاني يا جماعة ولا؟ اوكي تمام. طيب شكرا لكم جدا جدا على اليوم النهاردة، بصراحة الناس اللي حضرت النهاردة كلها رائعة، الناس ما شاء الله كلها أسئلة كويسة جدا ومفيدة جدا لكل الناس اللي حاضرة. شكرا برضو للأستاذ عادل اللي دخل برضو وضاف كتير في الشات للناس. نوعية الشخصيات دي ما شاء الله عليها. لو حد عنده أي سؤال أو أي حاجة تانية ممكن يبعتها لي. سوري لو أنا بأثر في موضوع الشات شوية نظرا لضيق الوقت وعدد الرسائل. وإن شاء الله أشوفكم الجمعة الجاية زي ما احنا متعود كده، نتقابل كل جمعة.
وشكرا لكم وتصبحوا على خير.